لكل شخص منا سلوكه الخاص الذي يسلكه في حياته، ومن الممكن أن تكون هذه السلوكية حسنة أو أن تكون سيئة. وتشير بعض الدراسات إلى وجود عوامل كثيرة لنشأة سلوك إنساني ما، وب 120 ثانية اليوم سنحاول أن نوجز فرضية نشأة السلوك عند الإنسان. يعرف السلوك البشري بأنه تصرفات الإنسان، ويعبر عنه عن طريق النشاط البدني والاجتماعي والعقلي خلال مراحل حياته. يمكن تصنيف السلوك البشري إلى عدة أنواع، أنواع مختلفة وفقاً لتصرفات الأفراد في مواقف مختلفة، منها سلوك جزئي وسلوك أخلاقي. يمكن أن يكون السلوك بناء على رد فعل سريع ولا يتطلب تفكيرا مسبقا، مثل صراخ الشخص أو إغلاق عينيه عند مشاهدته فيلما مخيفا. وهناك نوع من السلوك يمكن ملاحظته عند مشاهدة الشخص ومراقبته، حيث يتجلى ذلك في حركات جسده وتصرفاته الظاهرة، وهو ما يطلق عليه بالعلني. تعتبر الأفعال والعواطف والسلوكيات مكونات رئيسية يرتبط بعضها مع بعض، وتحدث جميعها في آن واحد في استجابة لموقف ما أو خطر ما. واختلفت آراء علماء النفس في تحديد مدى تأثير العوامل المختلفة في السلوك، فكان رأي بعض العلماء أن سلوك الفرد يعود إلى العوامل الوراثية التي تنتقل له عن طريق الجينات. وتم تطوير مفهوم السلوك من قبل الأمريكي سكينر، وقد صاغ خلالها مفهوم التكييف الفعال، ومن خلاله يمكن تشكيل السلوك عن طريق التعزيز أو الافتقار إليه. كان الغرض من مفهوم تعديل السلوك ليس فهم لماذا أو كيف بدأ سلوك معين، بدلا من ذلك حيث يركز فقط على تغيير السلوك بغض النظر عن نشأة السلوك. إذن هناك الكثير من الأمور، ولكن النقطة الأخيرة ستنطلق فيها نقاشنا اليوم. النقاش سيكون حول مفهوم تعديل السلوك أو توجيه السلوك خصوصا عند الأطفال. ما طرق تعديل السلوك ما؟ كيف يمكن استكشاف سلوك الطفل؟ اليوم سنتحدث بهذا الموضوع مع ضيفتنا نور زيادة، الاستشارية التربوية والأسرية. لكن قبل هذا دعونا نستمع لأرائكم وأسلوبكم في توجيه أو تعديل سلوك أطفالكم، لنرى. طبعا ابني حسب اول شيء بدك تحكي العمر، اذا كان طفل صغير او اذا كان راشد شاب صبيه، وحسب وين الخطا اللي عمله وحسب مع مين الخطا اللي عمله. واحيانا بتكوني انت كمان لطفلك، هل انت مثلا تعرض لهذا الموقف قبل وشرحتي له عنه وفهمتي الستبس 1 2 3 ولا لا؟ حسب طبعا حجم الشيء الخطا اللي عملوه، بحاول ما يكون في ضرر نفسي عليهم، بحاول إذا إشي بيحبوه مثلاً تليفون لعبة أحرمهم منه لفترة. داخل البيت أو خارج البيت بتختلف، داخل البيت ممكن تكون أقل، يعني ممكن تحكي معه كلمتين يسمعك يفهمك، خارج البيت لا، بتكون على نطاق أوسع قدام الناس، هيك بدك تحكي معه بطريقة تانية أو تعلمه بطريقة تانية مختلفة. هو الشيء اللي هو عمله، فيعني إذا عمل شيء مثلاً صغير باختصار مثلاً كب كاسة مي، يعني هاي شغلة مش مقصودة منه مثلاً وما بده يعملها بس اضطر يعملها، ممكن أعاقبه بشيء بسيط جدا، انه يعني بفهمه اول شيء انه ليش كيف ما يكب كاسة المي، لازم افهمه يفهم انه هذا الشيء او شيء غلط. وثاني شيء اذا الموضوع ما بيحتاج عقوبه وفهم بدون ما اعاقبه ما بعاقبه بصراحه، بس اذا شيء هو عامله وهو غلط وهو قاصد يعمله غلط بحاول افهمه انه هو كيف يكون صح، وبعدين بعاقبه عقاب خفيف. إذا نرحب بنور زيادة حيث تنضم معي في الاستوديو. صباح الخير لك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يمكن لاحظنا من طريقة أجوبة الكثير من الناس أنه يعني تختلف أنواع تعديل السلوك، هي أنواع العقاب يعني بمعنى آخر التي يستخدمها الناس، ولكن لا زلت أرى أنه هناك أحيانا بعض الفروقات بين كيف نعبر أو ماذا نقول وما بين الواقع وماذا يفرض علينا الواقع أحيانا. تعديل سلوك الطفل شيء طبيعي بالتأكيد، ولكن ما هي الطريقة
المثلى للتعامل مع طريقة التعديل. تمام. هلا أول شيء صباح الخير لإلك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. هلا كل طفل، والطفل الطبيعي هو طفل يميل للاكتشاف والتجربة والاستقلالية وللفضول، زائد للعناد والتمرد في مراحل معينة. هلا أي سلوك بتكون خارج عن المألوف معناته هي بمثابة زي نوتيفيكيشن أو ألارم بالنسبة لي، لحتى أنا أنتبه إنه في تبعات أو في أساس أو في جذر لهذا السلوك. يعني الطفل الطبيعي ما بيقوم بسلوكيات خارجة عن المألوف، عن المعروف، عن المألوف، إلا إذا كان في أصلاً في جذور لهذه المشكلة أو هذا السلوك. هل أنا كأم لما بلاحظ على ابني بيقوم بسلوكيات غير مرغوب فيها، أو خلينا نقول غير فعالة، معناته أنا بدي أفكر وأوقف، بدي أبدأ أنتبه أكثر، بدي أركز أكثر، بدي أبحث وبدي أكتشف إيش سبب هذا السلوك. التوجيه وتعديل السلوك هم مرتبطين مع بعض إسراء، ما فينا نحن ننحي أي جزء من هذه خلينا نقول اللي هي المنظومة تعديل السلوك، ولا يعني التوجيه والتعديل اللي هي فرض العقوبة أو حتى اللجوء إلى العقاب. رح نيجي لأنواع الطرق لتعديل السلوك، ولكن يعني ذكرت نقطة مهمة أنه فعليا هناك دائما أسباب تدفع الطفل لسلوك معين. طبعا المشكلة أحيانا أن يكون بعض الأسباب هي غير مباشرة، يعني أكيد. بمعنى أنه يجب أن ندخل إلى عمق أحيانا معين حتى نستطيع أن نفهم، ولكن هل فعليا الأباء والأمهات يملكون القدرة دائما لتحليل السبب الرئيسي؟ لأنه دائما في أسباب ظاهرية وفي أسباب باطنية وأحيانا تراكمية، يعني في تراكم معين في أكيد. ذهن الطفل جعله يدخل إلى فكرة معينة، وهي الفكرة جعلت ردة الفعل هي سلوك معين. فبالتالي هذا العمق النفسي إلى حد ما، هل هو مطلوب من الأب والأم ضمن ثقافات مختلفة، طريقة تربية مختلفة؟ ومن الواضح من النتائج أنه معظم أكيد. الوقت مش عم بيقدروا الأهل. فما هي العلامات والعوارض التي نستطيع من خلالها فهم أنه في أسباب كومن خلينا نقول، أو يعني معروفة إلى حد ما، متقاطعة مع الأطفال بشكل أو بآخر ممكن تساعد الأهالي على هذا الموضوع؟ تمام. هلأ أنا كأم لما بكرر بقوم طفلي بسلوك معين وبنبهه عليه، وتكرار بتكرر هذا السلوك، هلأ هون أنا لازم أوقف. تكرار السلوك معناته هو بدي أحط فرضيات، يا أما هو ما فهم علي، يا إما هو في عنده أشياء داخلية. يعني في أشياء إسراء بتكون جداً بسيطة بتعطي مؤشرات للأهل. هلأ لازم نكون نحن واعيين أو على درجة كبيرة من الوعي لحتى أنا أقدر أميز هل هي أسباب داخلية عند الطفل، تراكمات، أم اللي هي أشياء أو مؤشرات خلينا نقول اللي هي عارضة. فلنفترض مثال خلينا نطرحه يريد بسيط. يس. أنا طفلي بيعرف أنه في مكان ما في أكثر من مرة لاحظت عليه أنه بكب الشبس على الأرض. هلأ هو عارف ابني أنه إلقاء هاي الأشياء على الأرض مش مسموح وما بيصير، كررها، معناته أنا بدي أوقف هون وبدي أفكر طب هو كرر السلوك بالرغم من التنبيه، بدي أمسك ابني، بدي أوضح له، بدي أفسر له. هلأ معظم الأهل، وإنتي بتلاحظي وكلنا بنلاحظ، بيقولوا لا بدون التفسير والتوضيح. إحنا هذا الجيل بده تفسيرات، بده توضيح، بده شرح. فما في مانع أو ما في شيء بيمنعني أنا ممكن يقتنع أو ممكن ما يقتنع، ما إحنا بده يكون عندنا يعني بلان A بلان B أكيد. بس لما أنا بتعامل مع طفلي وبشرح له بطريقة تتناسب مع عمره وقدراته وإدراكه، معناته أنا بقدر أوصل المعلومة اللي بدي إياها. كرر السلوك، بمسك ابني بوضح له، بشرح له، بفسر له، وبدي أنا أراقب لأشوف هل الإجراء اللي أنا اتبعته مع ابني جاب فاعلية أو لا. في حال ما تكرر السلوك معناته أنا بكون الميشن إز دان وأنا بكون بالسيف سايد. في حال تكرر السلوك واستمر فيه معناته أنا بدي أقعد وأفكر وأروق، بدي أتبع إجراء تاني وبدي أفكر بطريقة أخرى. هون السلوك المباشر يعني دائما نتمنى أنه فعليا أن يكون الأهل والأمهات تحديدا لديهم الوقت للاستجابة لهذه الأمور، أنه كل سلوك يأخذ طبعا هذا الوقت من التفكير. ولكن ردة الفعل الأولى عادة بتكون للأمهات هي فكرة الحرمان، يعني ربط هذا أنه إذا ضليت تعمل هيك
رح تنحت من هيك. أوكي. وفعليا هذا لا إرادي، هذا إذا استبعدنا فعليا فكرة ردود الفعل لبعض الآباء للأسف إنها بتكون عنيفة أحيانا. أكيد. وهناك أيضا خيار آخر اللي هي فكرة إنه قلنا بالها طويل وممكن إن هي شرحت وعملت كل هذه الأمور، ولكن هناك طبع عند الطفل مثلا اللي هي لا مبالاة بالتعامل مع الأشياء، عدم إعطاء الأهمية الكافية. فهون فتنا على صفة غير عن السلوك نفسه اللي هو السلوك مرتبط بعدة سلوكيات بشخصية الطفل. يس. التعامل معها بده يكون آني لحظي، هالخطة لوضع تغيير سلوك معين، كيف بيكون التفكير؟ هلأ في مواقف معينة بدها تكون on the spot، أنا بدي أشتغل عليها. شو خيارك؟ مثلا عندي لا مبالاة، بعطيه مسؤوليات، بخليه involved معي بحياتي وبالأشياء الأشياء البسيطة. لأن إحنا دائما نحكي إحنا أولادنا مرآة لإلنا، المخرجات اللي بتطلع من أطفالنا هي ناتجة عن إيش؟ ما بتيجي من برا، من الدوائر الموجودة في محيط الطفل. إيش هم الدوائر؟ الأهل، الأقارب، الأصحاب، المدرسة. معناته أنا لما بكون داخل البيت بتعامل بأريحية مع الطفل ومع جو أسرتي وبغض النظر عن الظروف اللي أنا بنحط فيها، طفلي بيكتسب هذه الأشياء مني. لما أنا بدي أعود ابني على أنه يكون طفل مسؤول، معناته أنا بدي أعطيه مسؤوليات، بدي أشركه معي، بدي أخليه يساعدني، بدي أوضح، بدي أعزز، بدي دائما أطلع عليه، أنظر له نظرة إيجابية. بس إذا أنا بدي أشوف ابني وأضلني أطلع عليه أنه هو حدا مش مسؤول، حدا عنيد، حدا متمرد، هذه زي ما نحكي هذه الفايبس تتخزن في العقل. هذا الليبل اللي حطيته عليه بالضبط، هو ستيريوتايبينج او اللي هي ليبلينج للطفل، فبصير هو بتسيستم على هذا الشيء. ولعلمك في اطفال بيكون عارف انه هو هذا الطريقه او هذا السلوك هو خطا، بس ممكن يكون داخل في مرحله عناد. يعني احنا ما بدنا نتعامل مع اولادنا بنديه. هلا في هذا الجيل شوي خلينا نقول العناد والتمرد عنده بليفل شوي اعلى. فأنا لما بعامل ابني بحزم كتير وبندية، معناته أنا بدخل علاقتي بطفلي في تراك أو في طريق كتير خطير. إذا هلأ أنا بقدر أتحكم وبقدر أسيطر لقدام شوي، إذا ظلت هذه الصفات فيه أو هذا خلينا نقول الطريقة في التعامل معه بتضلها موجودة معه لحتى يكبر. طيب. أنا بحب دائما أعطي أمثلة على بعض المعاناة ببعض الأمور. أكيد أكيد. مثلا في هذا الوقت بتحسي أنه أخذ الأطفال لبعض السلوكيات مثلاً اللي ممكن تكون غريبة عنهم، يعني بتعرفي هلأ السوشيال ميديا واليوتيوب كل هذه الأمور، هلأ فكرة أنه أنت عم بتحاولي تحصريهم أنهم ما، وأحياناً أنا بكون شادة على حالي لدرجة أنه أنا فعلياً ما بدي إياه يتأثر، فبيكون حتى طريقة تعاملي مع الموضوع شوي قاسية وفيها نوع صح. من الندية أنه فعلياً أنا ما بدي إياك تحضر. وبصير يعني أراوغ أو ألاقي مساحة رمادية إلى حد ما للتعامل مع الموضوع حتى لو ضغطت صح. على حالي، بس ببين علي. أكيد. ولكن مثلاً فكرة الألفاظ اللي بيستخدموها أو حتى الأغاني اللي بيغنوها، أنا بكون شايف الموضوع أبعد من فكرة الأغنية أو فكرة، ما بيكون هو فاهم إيش صح. الموضوع، ولكن بحاول أحرم، هو رح يفهمها حرمان، ما رح يفهمها أي شيء آخر. هل أعاقبه على التصرف نفسه اللي هو مثلاً قلده بشكل أو بآخر؟ عم بحاول أني أحصر البيئة، ولكن معرفة أنه أنا بدي يعرف قديش هذا الموضوع هو سيء أو غير مناسب أو ليست هي ثقافتك أو ليست هي ثقافتنا أو ليس هذا هو التصرف المقبول، شو الطريقة اللي أوصل فيها هاي الرسالة البسيطة في لحظة من اللحظات اللي مثلا ممكن بيحكي فيها كلمة ما عجبتني؟ تمام. هلأ إحنا دايما بنقول الحوار. لما أنا بقعد مع أولادي من عمر مبكر وبعودهم على هذا النظام إنه إحنا في حوار، في نقاش، وبعرف أولادي إيش الحدود المسموح فيها، في أشياء مسموح إحنا نعملها، في أشياء إحنا مش مسموح نعملها. طب وعملي رسم الحدود. ما هو شوفي أقول لك، لما أولادنا موجودين هلأ بوقت أنت ما فيك تحطيه في بوكس وتسكري عليه. لما ابني بيكون عارف انه في عنده حدود معينه، هلا هو بده يجرب، يعني هذا الجيل اسراء عندهم فضول كثير كبير وجرأة وبدهم يجربوا وبدهم يشوفوا، حتى اوقات بيختبروا الاهل قديش عندهم طاقه وقدره للتحمل، قديش عندهم قدره وطاقه لانهم يناقشوا ويستوعبوا الاولاد. فبالتالي انا بدي احاور ابني وافهمه
وليش بنقول نحن دائما الشرح والتفسير؟ انه نحن هذا الطريق او هذا الشيء ممنوع، ليه؟ بدي اشرح له ايش تبعات وبدي احمله المسؤوليه، يعني في حال صار 1 2 3 التبعات اللي موجوده بده يصير 4 5 6. يعني دائما الشرح والتوضيح لاولادنا كثير مهم، ونحطهم بالصوره انه احنا هذا مناسب لنا هذا مش مناسب لنا، وأول على آخر إحنا أولادنا ما حنكون كل أب وأم حارس وراء ابنه، بدهم نحطه في أماكن لحالهم. صحيح. معناته أنا بدي أقوي شخصية ابني، أزرع فيه الأشياء الأساسية لحتى وين ما نحط ابني ولو كان لحاله يعرف يتصرف ويعرف يميز. يعني هلأ في أولاد بكون قادر على التمييز إنه أنا مسموح لإلي هذا الإشي أو لا، في أولاد لا ما بيكونوا، يعني بيكون عنده دافع التجربة، هلأ ممكن يجرب حتى يغلط عشان يكتشف إنه أنا جربت إشي وأنا تم التنبيه. نعم. عليه ومع ذلك أنا عملته. نور زيادة شكرا لوجودك معنا اليوم، والله يعين كل الأمهات، يعني مهمة غير سهلة أكيد. آمين. والآباء آمين. دائما شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك.